للمزيد تنضم إلينا من بيروت السيدة باميلا دي كاميليو، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان. أهلا بك معنا، وبدايتي ستكون عن إعراب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قلقه العميق بشأن سلامة ورفاهية 520 ألف امرأة وفتاة متضررة من تصاعد الصراع في لبنان. إذن الآن كيف تقيمون الوضع الحالي للسكان اللبنانيين في الجنوب؟ شكرا جزيلا على استضافتي في هذا البرنامج الموقر، شكرا جزيلا لهذه الدعوة، وتحياتي لكم من بيروت. أود أن أقدم وجهة النظر للمكتب بشأن الموقف في لبنان وبعض الانطباعات بشأن الموقف الإنساني في النطاق. بالطبع الموقف الراهن حرج للغاية خاصة في الجنوب. يمكن أن أقول إن النزوح الداخلي والنازحين داخليا الأمر كارثي بالنسبة لهم. بالنسبة للجنوب وكل البلاد تأثرت بهذا الشأن. اليوم كان هناك فريق عمل يعمل في أحد الملاذات في بيروت مع معسكر الاي دي بيز الخاص بالنازحين المهجرين داخليا، وكانت هناك الكثير من المعاناة. لقد خسروا منازلهم ومصدر دخلهم وظلوا يتحركون من مكان لآخر، يواجهون كل المخاطر المصاحبة لهذه التحركات. بالإضافة إلى هذا الأطفال لا يستطيعون الدخول المدارس ويعيشون في ملاذات غير مؤهلة ومجهزة بشكل تام، بالإضافة إلى الطبية والخاصة بالصحة العامة التي تشاهد تدهورا كبيرا. وقد رأينا أن هناك تحركات تؤدي إلى مخاطر خاصة في الجنوب بسبب هذا الصراع المستمر، وبالطبع هذا يؤدي إلى مزيدا من المخاطر. النازحين لديهم الكثير من المخاوف ولدينا الكثير من أسباب القلق التي نعمل من أجل حلها. طيب، دعا صندوق الأمم المتحدة السكان كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمرافق الصحية وأيضا الطواقم الطبية والمرضى. إذن كيف تقيمين الوضع الآن؟ بالطبع بكل تأكيد المكتب لدينا يستمر في مناصرة كل هذه الحقوق وفقا للقانون الإنساني الدولي. إن تداعيات الصراع وزيادة عمليات القصف يؤدي إلى مزيد من تدهور الحالة الأمنية ويؤثر على البنى التحتية الصحية. الكثير من المرافق الطبية أغلقت والكثير منها لم يعد لديها الموارد والإمدادات الطبية اللازمة خاصة في المناطق المتأثرة. هذا أدى إلى كارثة محققة، وبالطبع الأمر يؤثر على الحوامل، لم يعد يستطيعون الوصول إلى المرافق الطبية التي يحتاجونها للمتابعة. وبالفعل قد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل كل هذه الخدمات الطبية. نرى أن هناك تدهورا كبيرا يتطلب تدخل الجميع لدعم الخدمات الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء الحوامل الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية الطارئة. اليونيف بي اي يستمر في العمل عن كثب مع كل الأطراف المعنية ووزارة الصحة من أجل سد كل الفجوات في هذه المنظومة الصحية ولتقديم كل هذه الخدمات الطبية. ولكن المواطنون في غزة في حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار في المقام الأول. طيب، حتى الآن ما هو عدد النازحين من الجنوب للداخل أو لبيروت؟ يعني النازحين بشكل عام من جنوب لبنان وأيضا بالأخص النساء والأطفال. إن الأرقام الرسمية تتراوح بين 700 ألف مواطن نازح، 50% منهم من النساء والأطفال. إن الحكومة اللبنانية تتحدث عن أكثر من مليون شخص تأثر بسبب هذه الأزمة. هذا يعني أن من وفق هذه الإحصاءات هناك آلاف من النساء الحوامل الذين تأثروا بسبب هذه التداعيات، وهذا ما يقلقنا بالنسبة للمكتب. طيب، يعني دور الأمم المتحدة في معالجة تداعيات الأزمة الناجمة عن نزوح هذه الأعداد الكبيرة، خاصة يعني في ظل استمرار العدوان وأيضا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان؟
دون أن أتحدث بشكل دقيق عن بعض الأمور الخاصة بمكتب اليون اف بي المعني بالسكان في ظل الاختلافات المحققة، وأيضا استمر في تقديم كل لوازم الحياة والخدمات الطبية واللوازم الطبية للنساء والأطفال وتوفير الحماية اللازمة لمنع العنف الموجه لهم. إن الهدف الأساسي هو دعم الحكومة اللبنانية لتنفيذ كل هذه المساعي لدعم النازحين والمهجرين داخليا، وكذلك دعم كل الوزراء المعنيين بما في ذلك وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية. نحن فخورين بأن نقول أن هذه الملاذات تم دعمها من جانبنا، ولكن هناك مواطنون متأثرين في الجنوب آخرين خارج هذه الملاذات. هذه هي الأهداف الأساسية لدى مكتب المعني بالسكان، وكذلك تمكنا من تقديم بعض البضائع والأدوات الخاصة بدعم الحياة في الجنوب بشكل كبير، ونحن فخورين كذلك بتقديم الخدمات للمجتمعات في المناطق المتأثرة بهذا الصراع. طيب سيدة باميلا، يعني حدثينا عن الإمدادات الإنسانية التي تصل إلى لبنان من الأمم المتحدة. شكرا جزيلا على هذا السؤال. فيما يتعلق بالإمدادات، مكتب اليون اف بي اي تلقى مؤخرا طائرتين محملتين بالإمدادات الطبية، خاصة بالنسبة للرعاية بالصحة الإنجابية ولرعاية بالنساء الحوامل. هذا جاء إلى وزارة الصحة العامة، وتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات في تلك المنطقة والمناطق المتأثرة والمراكز الطبية، وكثير من البضائع المتوقع وصولها. أعتقد أننا أضفنا الكثير من الجهود خلال هذه المساعي، ولكن في المقام الأول لابد من وقف إطلاق النار والانصياع لكل القوانين والأحكام الواردة في القانون الإنساني الدولي من أجل تفعيل الاستجابة السريعة الفورية. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت السيدة باميلا دي كاميليو، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان. شكرا لك.